أهلا بحضراتكم. خلينا نتعرف على حالة الجو النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد لغاية شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وللقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، اللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرصة أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب ولغاية حلايب وشلاتين. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيكي. طمنينا، أخبار الجو النهاردة؟ طبعا احنا اليوم مستمرين في ارتفاع في درجات الحراره، لكن قيم درجات الحراره هتكون اقل من امس واول امس، لان امس واول امس كان ذروه الارتفاع في درجات الحراره، لكن اليوم معدل درجات الحراره تنخفض عن امس بحوالي درجتين. عظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه، وتحديدا خلال فترات النهار وفتره الظهيره، فعشان كده الطقس اليوم هيكون طقس حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فقط في فترة النهار وتحديدا في فترات الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل بتبدأ درجات الحرارة تنخفض، ويبقى في انخفاضنا ملموس وملحوظ في قيم درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان دايما الظاهرة الجوية المؤثرة معانا في فترات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، كثيفة أحيانا على بعض الطرق يعني بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير. أحيانا الرؤية الأفقية بتنخفض على بعض الطرق لألف متر في بعض الأماكن، فبالتالي بتأثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا تدريجيا الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا يعني تتحسن على اغلب الطرق. بالاضافه كمان اليوم متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من اقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. متوقع من غدا الاحد ان شاء الله يبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. احنا خلال الايام الماضيه كان بياثر علينا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كان عامل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وارتفاع في درجات الحراره، لكن من غدا الحد هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 4-5 درجات عن الايام الماضيه. كويس قوي. نتوقع هنحس بالاجواء الخريفيه، هنبدا بقى نحس بالاجواء الخريفيه ان شاء الله من غدا الحد. عظمى على القاهره الكبرى هتكون 31 درجه مئويه، والانخفاض ده هيشمل باقي محافظات الجمهوريه ان شاء الله، يمكن يعني هو هيبدا الاول على الشمال وبعد كده يتقدم للمناطق الجنوبيه مع يوم الاثنين والثلاث. الايام اللي جايه ان شاء الله هيستمر معانا دكتوره منار، ولا هنرجع تاني نمر بموجه حاره تاني؟ يعني على الاقل على مدار باقي ايام الاسبوع كلها حتى مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون درجات الحراره منخفضه ما بين 30 و31 درجه مئويه، ان شاء الله ما يكونش تاني فيها ارتفاعات في درجات الحراره كبيره، حتى لو حصل ارتفاعات في قيم درجات الحراره مش هتبقى كبيره بالشكل الكبير، لان خلاص المعدلات الشهريه لشهر 10 بتكون كمان اقل من شهر 9، فبالتالي لو حصل ارتفاعات بتبقى ارتفاعات اعلى من المعدل، بتبقى ارتفاعات طفيفه وتبقى مدتها قصيره كمان، لان احنا دايما النص الاول من فصل الخريف ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي بيكون لسه في بعض الايام فيها ارتفاع في الحراره، بس على الاقل احنا قدامنا اسبوع في انخفاض في درجات الحراره، اجواء خريفيه بامتياز، كمان هيكون في فرص لسقوط الامطار اللي ممكن تكون متوسط الشده، معظمها هيكون خفيفه في بعض المناطق من الجمهوريه بشكل متفرق، ممكن المناطق من السواحل الشماليه الوجه البحري، ممكن تمتد كمان لمناطق من القاهره الكبرى، لكن كلها بمجملها امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه او اعمال الدراسه،
هنلاحظ كمان ان درجات الحراره فتره الليل فيها مزيد من الانخفاض، الصغرى فتره الليل هتكون 22 21 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فهنبدا نحس كمان ببعض البروده او مزيد من الانخفاض في درجات الحراره. الحمد لله على سلامه البروده. والله يا دكتوره منار كنا مستنيينها من بدري. هو يعني احنا بس عشان بدانا الخريف بارتفاع في درجات الحراره، لكن ان شاء الله من غدا هتبقى الاجواء خريفيه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه. بس احنا هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا خلاص احنا هنبدا نروح المدارس فترات الصباح الباكر بشكل كبير، لازم تكون القياده بهدوء تام اثناء وجود الشبوره المائيه فترات الصباح الباكر. ما زلنا دايما بنقول فترات الظهيره بقدر الامكان بلاش نقف تحت اشعه الشمس لفترات طويله عشان ما تخليناش نحس بقيم درجات حراره اعلى. ومهم كمان ان احنا نتابع النشرات الجويه لان الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه. طبعا كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، مطروح 29 22، بورسعيد 31 24، العاصمة الإدارية 35 25، العلمين الجديدة 31 23، دمياط 31 25، والإسماعيلية 35 23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، كاترين 23 16، حلايب 35 27، شرم الشيخ 39 29، العريش 31 24، طابة 34 25، شلاتين 40 28، والغردقة 39 والصغرى 28، الفيوم 39 23، الوادي الجديد 45 27، سوهاج 43 23، الاقصر 45 27، بني سويف 39 22، اسيوط 40 22، قنا 44 27، اما اسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29.